السلام عليكم جميعا. بداية بحب أشكر أستاذ دكتور عماد بلحة على دعوته الكريمة للمؤتمر الحقيقي من امبارح، مستمتعين بالساينتيفيك كونتنت بتاعته جدا، وأشكر الأساتذة العظماء اللي على المنصة الكريمة. هتكلم النهاردة عن infection in cirrhotic patients، وزي ما حضراتكم عارفين ان infection of cirrhotic patient ممكن تكون viral, bacterial, parasitic and fungal infection. انا هركز في محاضرتي على البكتيريال انفكشن. الحقيقه البكتيريال انفكشنز من الحاجات اللي بتزود المورتاليتي امونج السيروتيك بيشنت باباوت فور فولدز عن النون انفكتد سيروتيك بيشنت، يعني من الحاجات اللي بتؤدي الى باد بروجنوزس، ودي بتمثل عبء على الصحه وعلى الايكونومي بوجه عام. وهي الحقيقه بتبقى حوالي 26% من الحالات بتبقى هيلث اسوشيتد كير انفكشن، و26% برضه نوزوكوميال انفكشن، و48% كوميونيتي اكوايرد انفكشن. وهقف عند الجزئيه دي لان في نقطه مهمه جدا، وانا بعمل ايفالويشن لاي مريض المفروض ان انا بساله: حضرتك دخلت مستشفى في التسعين يوم اللي فاتوا دول وقعدت فيها كام يوم؟ لو كان قعد يومين في التسعين يوم اللي فاتوا في مستشفى فده بيندرج تحت الهيلث كير اسوشيتد انفكشن، لو الانفكشن ديفلوب بعد 48 ساعه يبقى دي نوزوكوميال انفكشن، لان هي الحقيقه دي من الحاجات اللي هتاثر على اختياري للانتي بايوتيك، تشويس اوف انتي بايوتيك. يمكن الدكتور مصطفى امتعنا النهارده بمحاضره عن الانتي بايوتيك. وفي الحاله دي وانا بختار انا اي هاف تو كفر السودوموناس، ولو البريفالنس بتاع الميرسا في الكوميونتي او في المكان الانستيتيوت اللي انا بشتغل فيه عالي يبقى انا المفروض اي هاف تو كفر الميرسا في الحالات دي. بعد كده الاريا اللي احنا دايما بتبقى مست في التفكير بتاعنا اللي هي الفانجل انفكشن، والحقيقه الفانجل انفكشن من الحاجات اللي بتؤدي للفيلير للتريتمنت. يعني انا لو اخترت البروبر انتي بايوتيك ولقيت في فيلير في التريتمنت العيان ده يبقى انا لازم افكر برضو على طول ان ممكن يكون العيان ده عنده فانجل انفكشن، وهنقول الريسك فاكتور الاسوشيتد بالفانجل انفكشن واحنا بنتكلم دلوقتي. الحاجة المشكلة برضو الكبيرة اللي بتواجهنا دلوقتي بعد الانتي بايوتيك اللي استعملناها بكثرة ايام الكوفيد، الاميرجنج اوف مالتي دراج ريزيستنت اورجانيزم، اللي انا برضو اي هاف تو كونسيدر لو انا عالجت وحصل تريتمنت فيلير يبقى انا لازم افكر ان يكون عندي ام دي ار في المريض ده. طيب ايه الباثوجينيسيس او الباثوفيسيولوجي اوف انفكشن في ستيروتيك بيشنت؟ الحقيقة انا عندي تو اليمنتس، حاجه مرتبطه internal factors و external factors. الانترنال فاكتورز دي بتشمل changes في الجت permeability والسيروتيك اسوشيتد اميون dysfunction. سيروتيك اسوشيتد اميون dysfunction الحقيقه بيأثر على الانيت والادابتيف اميونيتي في البيشنتس ده. فهنلاقي السينثيسز اوف بروتين بيقل، سينثيسز اوف كومبلمنت بيقل، السوليبل اسوشيتد مولكولار باترن dysfunction او depressed function of كفر سيلز الهيباتيك ستيلت سيلز، وافكت الانيت سيلز بتاعت البلاد اليمنت كلها اللي هي في النهايه بتخلي الاميون سيستم مش قادر يعمل فاجوسيتوزس ولا اوبسونايزيشن للاورجانيزم اللي موجود. زي ما حضراتكم عارفين ان البورتو سيستميك كولاترالز دي بتسمح للبكتيريا ان هي تبقى موجوده في السيستميك سيركيليشن، وعشان كده لو حضراتكم تتذكروا زمان ان اللي كانوا بيقولوا لنا العيان ده بيبقى عنده لو جريد فيفر، لما بيبقى في سبريسد الاميون سيستم بالصوره دي ما بيقدرش توديل وذ البكتيريميا اللي موجوده. هنيجي على الناحيه الثانيه من السلايدز اللي هي ديستربنس في الجت بارير. ايه اللي بيحصل بيعمل الديستربنس ده؟ اول حاجه السيروتيك بيشنت ده عنده ديستربد مايكرو سيركيليشن في الانتستين. الديستربد مايكرو سيركيليشن دي بتخلي التايت جانكشن اللي بين الابيثيليال سيلز تبقى لوس، تفتح عن بعضها، فبالتالي بتدي فرصه للاورجانيزم اللي موجود في اليومن تو باس وتبقى ان كونتاكت مع الاميون سيلز اللي موجوده في الميكوزا. تاني حاجه زي ما قلنا لحضراتكم ان هنا في ديكريز بروتين سينثيسيس سبيشالي الالبومين، والانتي ميكروبيال بيبتايد برضه بتبقى قليله، وده بيأثر على السينثيسيس اوف ميوكاس لاير اللي موجوده فوق الابيثيليوم.
فلما تأثر الميوكس سينسيسز يقل يبقى برضو بتدي فرصة للكونتاكت اوف مايكرو اورجانيزم اوف جاد اوريجين مع الابيثيليال سيلز بتزود الترانسلوكيشن بناء على انكريز في الجاد بيرميابيليتي اللي حصل. فزي ما حضراتكم شايفين ان هي زي فيشر سيركل بتنفذ كلها على بعضها. النقطة الثالثة المهمة هنا وامبارح اتقالت في جلسة كاملة اللي هي الجاد ديسبيوزس. العيان ده بيبقى عنده جاد ديسبيوزس، البنفيشال تاكسا بتقل والباثوجينيك تاكسا بتزيد. طب دول بيعملوا ايه لما يزيدوا؟ بتخلي الشورت تشين فاتي اسيد سينثيسيس بيقل، والتريبتوفان ميتابولايتس بتقل، والحاجات دي لازمه عشان تعمل سترينث للاميون سيستم اللي موجود في الانتستين، فبالتالي ما بتقدرش تتعامل برضه مع المايكرو اورجانيزم اللي بيعدي يبقى ان كونتاكت مع الاميون سيلز اللي موجوده في السبميكوزا. كل الفاكتورز دي مع وجود البورتو سيستميك شنت بتزود البكتيريميا اللي موجوده، ستيميوليشن للاميون سيلز تطلع برو انفلاماتوري سايتوكاينز، يبقى العيان ده عنده انفلاماتوري ستيت موجوده، ودي اللي بتميز السيروتيك بيشنت اللي هو عنده سستين بات ان افكتيف كونتينوس انفلاميشن موجود عنده. طيب دخلت البكتيريا والاميون سيستم مش قادر يتعامل معاها، هتعمل لي تيشو انجري، هتعمل لي تيشو دامج اسوشيتد موليكولار باترن مع الباثوجين اسوشيتد موليكولار باترن على الاميون سيلز، تزود الانفلاميشن اكتر ويحصل له بروباجيشن ثرو الاكتيفيشن اوف كومبلمنت سيستم، وتعمل لي هايبوكسيا وديستربد سيركيليشن، في الاخر تديني اورجان فيلير. اكوردنج للمكان اللي يحصل فيه الدمج للميتوكوندريا والهايبوكسيا البرزنتيشن بتاعت الانفكشن هتبقى موجوده. يعني حضراتكم ما تتخيلوش ان الانفكشن في السيروتيك بيشنت العيان هيجي لي بفيفر ويجي بيشتكي من الكومبلينت بتبقى في الاميونو كومبتنت، لا ده ممكن البرزنتيشن بتاعت الانفكشن في السيروتيك بيشنت تجي لي اول صوره بصوره اكيوت كيدني انجري، اكيوت اون توب اوف كرونيك ليفر فيلير، او هيباتيك انسفالوباسي، سبونتينيوس بكتيريال بيريتونايتس، دي اي سي، اي ار دي اس، سيبتيك شوك. اذا اي سيروتيك بيشنت هيجي لي في حاجه للدي كومبنسيشن او اي حاجه من الحاجات دي، انا اي هاف تو كونسيدر البيشنت ده عنده انفكشن انتل بروف اذروايز. طب ايه الكومن انفكشن اللي دايما بتحصل مع السيروتيك بيشنت؟ استاذ دكتور ناصر تفضل وشرح لنا سبونتينيوس بكتيريال بيريتونايتس، اليورينري تراكت انفكشن، نمونيا، سبونتينيوس بكتيريميا، سكن اند سوفت تيشو انفكشن، بالاضافه للفانجل انفكشن، وهقولها لحضراتكم في السلايد يمكن اللي بعد الجايه، سبونتينيوس فانجل بيريتونايتس. طيب العيان ده انا هشخصه ازاي؟ زي ما قلت لحضراتكم ان ممكن العيان يجي ما يبقاش فيه سيمبتومز، او ما توقعش ان يبقى فيه فيفر لان الاميون ريسبونس ما يقدرش يديني فيبرال ريسبونس عشان الديستربنس اللي انا قلته لحضراتكم، او يجي بكلاسيكال بريزنتيشن او الهيباتيك دي كومبنسيشن اللي انا قلتها. عشان كده زي ما قلت لحضراتكم يجي بجي اي بليدنج، يجي بدي كومبنسيشن، يجي باي حاجه من الحاجات اللي قلتها ده انفكشن، وابدا امبيريكال انتي بايوتيك على طول، لان التاخير في بدايه الانتي بايوتيك ساعه بيزود المورتاليتي بحوالي 1.8. طب انا هشخص العيان ده ازاي بعد ما عملت الكلينيكال ايفالويشن والفيزيكال اكزامينشن كويس، بالاضافه طبعا لللاب الروتين اللي بنعمله والسي بي سي، لازم اعمل كلشر من كل السبيسيمز اللي بتبقى موجوده، تشيست اكس راي، وفي الحالي بس طبعا مش افيلبل في كل الاماكن اللي هو الرابيد مالتيبلكس بي سي ار اللي هو بيعمل ديتكشن للجروب اوف انفكشن في سايت معين، زي كده ايام ما كنا كوفيد بنعمل البايو فاير في الريسبيراتوري سبيسيمن. وفي خلاص مش مشكله. طيب هل السيري اكتف بروتين والبروكالسيتونين ليهم دور في الدايجنوزس وانفكشن في السيروتيك بيشن؟ الحقيقه السيري اكتف بروتين سينثسايز في الليفر، ده من الاكيوت فيز رياكتنت. طب العيان ده عنده زي ما قلنا سستيند انفلاميشن، فاذا هو السي ار بي عنده عالي، لما تجيله انفكشن الارتفاع اللي بيزيده ما بيبقاش يخليني اقدر اقول ان ده نتيجه الانفكشن لان انا ما عنديش البيز لاين من الاول، لكن هو فايدته ان هو ليه هاير سنسيتيفيتي ونيجاتيف بروتكتيف فاليو. طب البروكالسيتونين ايه حكايته؟
الحقيقه هو سنسسايز بالليفر لكن اليمينيتد عن طريق الكدني. فلو المريض ده عنده رينال امبيرمنت البروكالسيتونين هيبقى عالي، وهو ممكن يبقى عالي في عدم وجود انفكشن. فبالتالي يا اما بستعملهم الاثنين مع بعض لكن ما اقدرش استعملهم كبيز لاين، او هو ده الاساس اللي بشخص بيه الانفكشن في العيان السيروتيك. بكتيريا انفكشن، ما انا من الاول قلت ان انا بشتغل على البكتيريا الانفكشن. طيب خلاص انا خدت السامبلز وبدات الامبيريكال انتي بايوتيك لان المفروض ما انتظرش. بعد كده المفروض ان انا بعمل استراتيفيكيشن للعيان ده، وفايده الاستراتيفيكيشن للمريض ان انا تؤسس الريسبونس للتريتمنت واخد قرار العيان ده هيتعالج في الورد ولا هيتنقل للاي سي يو. فالمفروض ان انا بعمل المريض بيبقى عندي بيز لاين سيكوينشال اورجان فيلير اسسمنت، وده بيعمل اسسمنت ل 6 اورجان في البودي، وبحدد البوينت، ولو هو 2 او اكتر من 2 يبقى انا العيان ده بشوف البلاد بريشر بتاعه واللاكتيت ليفل اذا كان بقى هحوله الاي سي يو ولا هعالجه في الورد. لو ما عنديش البيز لاين سوفا سكور بعمل كويك سوفا سكور، وده بيعمل اسسمنت للريسبيراتوري ريت وتشينج في المينتال ستيتس والسيستوليك بلاد بريشر. لو في زياده اكتر من 2، لو انا ما كنتش عملت البيز لاين سوفا سكور بعمل كويك سوفا سكور، لو في زياده اكتر من 2 يبقى انا برضه هاخد قرار ان العيان ده شيفت للاي سي يو، والعيان ده كده يبقى عنده سيبسز. لان الحقيقه لقيوا ان السيستميك انفلاماتوري ريسبونس في السيروتيك بيشنت ما هياش سبيسيفيك زي في النون سيروتيك بيشنت. هنبدا نعالج المريض ده، والتريتمنت بيتوقف على السايت اوف انفكشن، التايب انفكشن، العيان ده جاي لي بكوميونتي اكوايرد ولا نوزوكوميال ولا هيلث كير زي ما قلت في البدايه، لان ده بيأفكت التشويس اوف انتي بايوتيك. وبعد كده دي هنا معرفش واضحه لحضراتكم ولا لا، دي تقريبا الالجوريزم اللي انا بعتمد عليها في التريتمنت بتاع العيان اللي عنده انفكشن في السيروتيك بيشنت اللي هو البكتيريال انفكشن. يعني الحقيقه السيبتك شوك ديفينيشن دلوقتي لو عنده المين ارتيريال بلاد بريشر اقل من 65 واللاكتيت اكتر من 2، العيان ده بدخله اي سي يو وببدا مانج مع البيشنت في الاي سي يو. بعد كده اكوردنج للسايت اوف انفكشن، هو سبونتينيوس او نمونيا او سكن او يو تي اي، هقول لحضراتكم دلوقتي الريجيمن اللي انا ممكن استعمله. هي مش واضحه قوي لكن انا ممكن هقولها. الحقيقه سبونتينيوس بكتيريال بيريتونايتس من خلال الشغل يعني الفتره الطويله اللي فاتت دي معظم العيانين بيبقوا على بروفيلاكسيس، واحنا ما بننتبهش للنقطه دي واحنا بناخد قرار. العيان ده جاي بياخد نور فلوكساسين بروفيلاكسيس وجاي لي تاني مره، الحقيقه ما ينفعش اديله سيفتراكزون، وما اعرفش الدكتور مصطفى يوافقني في الموضوع ده ولا لا، لان كلهم لما بياخدوا السيفتراكزون او السيبروفلوكساسين ما بيجيبش نتيجه معاه. لما جربنا او مش جربنا مشينا مع الجايد لاين، بدانا بيبراسيلين تازوباكتام، كانت النتائج افضل بكتير لان معظم العيانين دخلوا وخرجوا المستشفى كذا مره وعنده ريبيت التابنج. فدي من الحاجات اللي فيفر حاجتين، يا اما يكون عنده ام دي ار او يكون فالنربل انه يكون اخد فانجل انفكشن. ودي من ضمن الحاجات اللي انا بعمل ايفالويشن، لقيت المريض ده دخل المستشفى كتير وعنده ريبيت التابنج واخد كذا كورس من الانتي بايوتيك، هقولها دلوقتي المفروض ان انا تؤاد الانتي فانجل وانا بدي الانتي ميكروبيال لحد ما تجيلي الريزلت. وده الارجونيزم عشان سبونتينيوس فانجل بيريتونايتس. العيان ده لو هاي ريسك فور سبونتينيوس فانجل على رينال ريبليسمنت ثيرابي ريبيتد باراسنتيزيس، عمل اندوسكوبي كذا مره عشان البليدنج، على تي بي ان، دي كلها ريسك فاكتور تخليني في البدايه ابدا انتي فانجل مع الانتي بايوتيك. لو في باثوجين ايسوليتد خلاص اوكي هعمل دي اسكاليشن وهدي الانتي بايوتيك اللي طالعه في السنسيتيفيتي اللي عندي. لو العيان لو ريسك انا ببدا برضو الاثنين، لو في باثوجين ايسوليتد اوكي اي ويل تيلور ذا ثيرابي، لو ما فيش باثوجين ايسوليتد انا اي ويل كونتينيو الانتي بايوتيك مع الانتي فانجل. طب هل انا ممكن اعمل بريفنشن للانفكشن في السيروتيك بيشنتس دول؟ الحقيقه في جزء كبير قاله دكتور ناصر اللي هي البرايمري انتي بايوتيك بروفيلاكس للعيانين اللي عندهم اس بي بي، وفي سكندري بروفيلاكسس بالاضافه للفاكسينيشن، والاهم من ده كله الامبلمنتيشن اوف انفكشن كنترول ميجر الحقيقه، وعلى راسهم
الهاند هايجين. عندي البرايمري بروفيلاكسيس والسكند بروفيلاكسيس ريجاردنج اليو تي اي. الحقيقه انا هاف تو مينيمايز الديوريشن اللي انا عامله فيه انسيرشن للكاستر، ولو انا مش محتاجه لها المفروض ان انا ما استعملهاش. واقف برضو على نقطه ثانيه هنا، البي بي اي ما نستعملهوش غير في الانديكيشن المحدده ليه والوقت اللي مسموح بيه بس، لان زي ما حضراتكم امبارح الاستاذه دكتوره فتحيه قالت لنا ان ده من ضمن الحاجات اللي فيفر الجات ديسبيوزس. النمونيا الحقيقه الفاكسينيشن اللي احنا ما بننتبهلوش ان احنا فعلا ما بنديش فاكسينيشن اذا كان العيان فوق ال 65 اقول له لازم يبدا ياخد الكونتينوس النوموكوك الفاكسين. طبعا الهيباتيتس فاكسينيشن كلكم عارفين حضراتكم انها المفروض تتاخد. عشان ما اطولش بقى على حضراتكم، انفكشن بروفاوندلي افكتس ناتشرال هيستوري اوف سيروزس اند اتس فريكوينتلي كوز دي كومبنسيتنج ايفنت ان ذا سيروتيك بيشنت. And also most common factor identified for the development of acute on top of chronic liver failure, high index of suspicion, early diagnosis, rapid administration of effective antibiotics, and the prevention of multi-organ failure are required to improve survival. And thank you.